جرينيتش مع خالد العبيدي على EFM أحلى غاديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فول، ناس كل، أهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت جرينيتش. صباح الفول اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج تونس، في كراهبهم، في كوجينتهم، على الإكران بتاع الأورديناتور متاعهم ولا على الإكران بتاع التليفون متاعهم. صباح الخير اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله لاباس اللي يسمعوا فينا في الأوروب، لأنه الأوضاع في الأوروب هالأيامات أكسح شوي، أصعب شوي، أكثر توتر ديزون من الأوضاع في تونس. احنا بوتيتر استنسنا، لقحنا، ما عادش يحك فينا حد شيء، هذاك علاش ولينا مستنسين وعادي اللي قاعد صاير. انتوما شيء جديد عليكم، إن شاء الله ربي يبقى عليكم ستر. سويعة من زمان كلا عادة باش نبدأ بها نهارنا، نحكيه على الأكتواليتي انترناسيونال، كل ما هو أخبار عالمية، التوترات بارتو، جديد بارتو. الحقيقة البارح دوما كمان الميشان صارت برشا أحداث، هذك علاش هذا وهنا وين يكمن الصعب يظهلي شوية متاع الميشان هذا، لأنه الأكتواليتي نجم نبدأ نحكي معكم تو، تصير حاجة في روسيا، تصير حاجة في اليمن، تصير حاجة في أوكرانيا، تصير حاجة على الحدود الصينية الكورية الجنوبية. انتوكا هنا قاعدين نحاول وإحنا في الساعة من زمان هذية اللي نحلوا بها عينينا معاكم، ان نقولوا لكم شنو صاير في العالم، به ان نتابعوا الاكتواليتي في تونس، اما مهم جدا نعرفوا شنو صاير في العالم وكيفاش يأثر الشيء هذية فينا احنا. بار اكزامبل اليوم مش نحكيوا على الجريف متاع ليسانس وعلى النقص متاع ليسانس، اما مش في تونس، على خطر الاصل متاع الحكاية هو الجريف اللي صاير في فرنسا. مش نبدأ ونعرفوا وفاهمين كيفاش يأثر فينا الشيء اللي يصير امبو بارتو في العالم. قلنا باش نحكيو على الكريز متاع محطات البنزين، باش نحكيو على العركة اللي ما زلت قائمة ما بين حزب الله وإسرائيل على حقل كريش في المياه الإقليمية ما بين لبنان والأراضي المحتلة، وإسرائيل اللي محترمتش الاتفاق ولا النيغوسياسيون اللي صايرين على الاتفاقية متاع ترسيم الحدود، وبدأت فعلا في التنقيب على الغاز الطبيعي. نحكيو اليوم على تطورات الأوضاع في إيران. ملاعبي نحبوه ياسر قبل علي داي تاع البايرن ميونيخ اليوم يلقى روحهم ممنوع من السفر، تعرفوا علاش بعد شوية. غضب أوكراني من إيلون ماسك، زيلينسكي بيدو تكلم على إيلون ماسك وعلى التعطيل اللي صاير في الانترنت. البارح حكينا على التفجير متاع جسر في الكريمي في شبه جزيرة القرم، البارح الرد يظهر لي كلكم تفرجتوا واللي ما تفرجت نعطيوه التفاصيل. الرد الروسي كان عنيف جدا، مجموعة من التفجيرات في كييف العاصمة الأوكرانية. كل التفاصيل على الشيء هذا البارح في البرنامج هذا، كنا حكينا على إمكانية خيانة وراء التفجير متاع جسر القرم. فعلا نتيجة التحقيقات من بين ما اكتشفت أنه الرويسة هما اللي سهلوا العملية متاع التفجير. الميسيون نبدأها كي العادة دورة على أهم مدار في مواقع التواصل الاجتماعي. اسباني يعيش عام 2027، شنو هي الحكاية؟ فرح تجاوبنا بعد شوية. مسلسل شيرين وحسام حبيب في حلقته 152 يبدو أنهم تصالحوا مرة أخرى بعد اللي عملته هنا في كارتاج واللي عملته على الريزو سوسيو في الصيف، يبدو أنهم رجعوا مرة أخرى وتصالحوا. نائب عراقي يثير جدل في البرلمان، وفرح هذا باش تحكي على اللي صاير في روسيا، لأنه البارح شفنا تصاور ساعات بيزار ياسر مانيش مستنسين بها الحقيقة متاع مواطنين. بون مش مستنسين، احنا ملي عشنا ملي حلينا عينينا نعرف القضية الفلسطينية دونك مستنسين بها الحقيقة، ما فهمتش علاش قلت مانيش مستنسين بها. اما صور مرة اخرى تؤكد انه الانسانية، تؤكد انه الشعوب هي اللي تتحمل اخطاء المسؤولين السياسيين، كسواء من الكتلة الشرقية ولا الكتلة الغربية. صور مؤسفة جدا تحكين عليها ودارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي البارح، هذاك علاش تحكين عليهم. فرح نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، نهاركم دعوة مستجابة، نهاركم رزق، نهاركم سعي، نهاركم كلمة حلوة عند الأحباب كان ما سمعتوش قولوه. مثال شراه ساعات واحد يندم على خاطر فلت الوقت قبل ما يقول نحبك مثلا العبد عزيز عليه، دونك خلي اليوم النهار اللي تقولوا فيه الكلام الحلو وربي يبقى عليكم ستر الناس كل. مرحبا بكم من جديد، صباح الفل، صباح الياسمين، 26 دقيقة بتوقيت تونس، 25 دقيقة بتوقيت جرينيتش. باش نحكيو على الأزمة متاع الكيوسك، الأزمة متاع ليسانس في تونس. باش نعرفوا ولا باش نفهموا مرة أخرى أنه الأصل متاعها ماهوش حكاية في تونس جوستومون، حكاية في فرنسا. اليوم الجريف متاع ليسانس ولا متاع الكيوسك في فرنسا هي اللي
اللي أثرت على تونس وعلى اللي صار البارح في فرنسا. اليوم داخلين للنهار 15 في الجريف بتاع المحطات البنزين هذوما، إن شاء الله الأزمة والجريف متاع اللي صاير في تونس ما تقعدش 15 يوم نلقاو لها حل. أنتو كا هذه في أخبارنا شوية أخرى ما كي العادة، باش نبدأ مع فرح وأهم العناوين اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم. صباح النور فرح. صباح الحب والمحبة للعبيد الكل. أنت سمعتك من بكري قلت كان ما قالوا لكمش كلام به، قلوا قلوا أنتو ما دونك هني ذاك شامل راي بزي بزي ليه باش نكمل نحكي ليه يزي حب ومحبة يز كهو يزي يزي هذيك ماكسيمومك كهو بيه. مش نحكيه على الرجل إسباني يعيش في عام 2027، مش نحكيه على شيرين، باش نحكيه على نائب عراقي يثير جدل في البرلمان، وباش ناخذوا تصاور دارت برشا البارح على الرياكسيون تاع مواطنين أوكرانيين على الهجمات الروسية. البداية بإسباني يعيش عام 2027. دونك خافير هو إسبانيول رقد قام يلقى روحه في السبيطار نهار 13 فيفري 2027، وقال اللي هو كي قام في السبيطار ساعتها ما فما حتى حد معاه، وعمل فيديو هبطه على تيك توك وعمل 10 ملايين فيو في اقل من 24 ساعه. دونك بعد وبدا يهبط في تصاور اخرين وفيديوهات والعبيد تسال فيه شنو الحكايه والدنيا فارغه كلكو سوا دي ستاد دي غون سيرفاس. انت قاعد تسفنا في الفيديوهات اي فوالا شنو فيهم فيديوهات لي فيديو هو يدور في بلايص فارغين كومبليتمون، هو يمشي وحده في الشارع لي غون سيرفاس فارغين فما حتى حد، لي ستاد زاد كيف كيف ما فما حتى حد، اي بلاصه يدخل لها كان هو اكها اي دونك فوالا عليه على على خاطر قال هو النجي الوحيد في 2027 دو تيل فاسون فما حتى حد باش يبقى عايش. الفيديوهات في 2027 صورهم وهبطهم تخوا فوالا العباد بدات تتكذب فيه وتقول له مش صحيح بيان سور، وباش يتاكدوا من الحكايه قالوا له صور برا البلاصه الفلانيه في الوقت الفلاني وصور لنا. هو ما كانش بالعاكسين يمشي للبلاصه اللي يقولوا له عليها ويصور ويهبط دي فيديو، باقي العباد مش مصدق في اللايف ولا يصور فيديو لا يهبط دي فيديو يهبط فوالا ما حلش لايف معناه لا ما حلش لايف فوالا في حكاية اللايف كي قالوا له حل لايف والكل قالهم الكونيكسيون ضعيفة في 2026 ولا حلو من الكونيكسيون ضعيفة في 2027 حلو من ويبي قداش من فيو عمل 10 ملايين فيو 10 ملايين فيو بكذبة ريت العبيد كيفاش تولي أغنياء يا كشكور كل مخ ريت العبيد كيفاش تولي أغنياء يا خليل خو شوف لنا حاجة نعملوا بها بس خويا معناها قالهم فيديوهات صور في 2027 دنيا فيرا كي قالوا له حل لايف قالهم كونيكسيون تعبه في 2027 والعباد مازلت تكذب فيه وقالوا له اللي لي فيديو هذوك مصورتهم عامه الكونفينمون تاع الكورونا كي الدنيا فيرا ساعتها فوالا وتو جوست حبيت تعمل بهم البوز وتهبط فيهم كوم سي معناها الدنيا فيرا وانت تعيش في 2027 نبيه جدا اللي يعمل الكومنتير ذكية على الاخر. كملنا كملنا تعادوا الاخبار اللي بعده شيرين كالعادة شيرين دونك البارح في بيان صحفي أعلن من خلاله اللي شيرين وطليقها حسام حبيب تسامحوا المشاكل وفات بيناتهم بعد الدبريسيون تاعها والدنيا. دونك شيرين زادة قالت اللي تكون كل احترام والتقدير لحسام وفرحانة اللي المشاكل وفات بيناتهم وتحب زادة العلاقة تبقى طيبة بيناتهم مش رجعوا لبعض ليه جوست كالمشاكل والقضايا اللي عندهم في المحاكم سي ما هيش كاتبيه قالت اللي هو ضربها وعنفها وقصرها شعرها وذيك الكل دونك تنزلت عليه وتسامحوا وفات الحكاية وقالت نحبوا نبقى زملاء في الساحة الفنية بيه بيه ولا مش بيه هو بيه يا ما معلش الدراما توا عامين كسرت لنا كريم وجاي الكرتاج عملت لنا اسمع بتيتر راهو ما زلت فما حلقة أخرى بتيتر يعودوا يرجعوا يتعاركوا بتيتر يرجعوا لبعضهم مش يرجعوا يتعاركوا هما قوي هو قداش يعرف يمانيبوليها معناها قداش يعرف كيفاش يكور بيها عذرا على التيرم أما عمل بيها اللي حبة هو قصها ورجعها وطلقها ورجعها هو دخلت في قضايا هو طيح لها القضايا وفي الاخر تسامحوا ما نعرفش نحترمه ولا ولا نقول له ربي يهديك ان توكا هي ربي يهديه تعدل اللي بعد. دونك البارح في البرلمان العراقي برلماني عراقي يعمل ضجه على لي ريزو سوسيو فيديو عمله في البرلمان دونك لازمنا نشوفوا الفيديو الحقيقه باش بعد كي نكملوا نحكي الفيديو هو ياخو يعمل في فيديو تصورت معاه نيبة فوالا كيما نشوفو على اي اف ام تي في هذاك هو راهو الفيديو ما في حتى حاجة اخرى راهو اي هو 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 العباد اللي مش قاعد تفرج فينا طبعا هو مركز يعني حال سيلفي ويوري في النيبة اللي وراه اللي هي جميلة يبدو
فوالا دونك الفيديو فيه نايبه اسمها جوان عبد الله من كتله الحزب الديمقراطي الكردستاني اصلا وهي مش ليه بالجلسه اكثر منه دونك صارت بوليميك كيفاش النائب مركز عليها في الفيديو وانتقدوه وقالوا ما عندوش الحق يصور عبد بلاش الموافقه نتاعو ويتسمى اعتداء على الخصوصيه اي سورتو هي امراه دونك شو اسمها هي سامحني هي اسمها جوان عبد الله جوان عبد الله دونك الفيديو سبونتاني اما العبيد ركزت كيفاش هو يصور فيها وسورتو مراك سبونتاني سنين دونك قالوا سورتو مراك كيفاش يصور مراه هكاك هو مشكلته في المراه راه مش واش بي كئيب هكا عامل عبوس واحد والله انت ريتني بيضحك في البرلمان ريت عكوش انا ريت برشا عنا اخي احنا عنا تاريخ نتاع تصور تفكرها الفيديو نتاع الفيديو نتاع مهدي بن غربيه ونايبه زاده وفيديوهات من هذيا صاروا عنا برشا اما علاش اثرت الجدل الحكايه ما فهمتش فوالا على خاطر يصور في امراه التاويل مشى في انه مضروب فيها معناها وشنو ربما ممكن دونك فما تصريح جاي من مكتب النائب وقال اللي في الاصل الفيديو هذاك طويل ويشمل الجلسه العامه الكل اما فما شكون قاس ليكستري هذاك وهبطوا جوست باش يعمل البوز سورتو اللي النائب هذاك مازال كيكشف ملفات نتاع فساد ديرنييرمون دونك تو باش لاسقولوا ملف تاع فساد يصير بارتو باري كيما في تونس كيما في العراق كيما في البلدان المتطوره الكل تعدي الخبر اللي بعده يلا دونك بعد الانفجار اللي صار في جسر القورم كان واضح اللي بوتين مش باش يسكت دونك البارح على تويتر فما هاشتاغ اوكرانيا روسيا اوكرين روس غير ترند على تويتر وفي العالم الكل دونك الهجمات الصاروخيه الروسيه في السويع اللي فاتوا تعداو لايف في برشا فيديوهات كيما الفيديو الاول اللي بتاع جورناليست من البي بي سي قاعد يحكي في المباشر وصار الهجوم يخي هرب وخلى معناها دونك تقرا صحافه اي كي يبعثوكش تعمل مراسله فيها في حرب تمشي بالحق والله قداش تطلب فلوس بالله تمشي ولا نمشي معناها تمشي لاوكرانيا مثلا نمشي لاوكرانيا نمشي لفلسطين نحب نمشي بالحق والله ما تخافش لا اسمع سيدك والله لين معناها نحترم الشيء هذا ان شاء الله الحقيقه سورتو اما نحترم انا بدي نحب نمشي الحقيقه انا ماذا بي انا اقترحت لحمد صويح مدير اي فريم انه يبعثني لاوكرانيا قال فما مشكلة للمتاع فيزا دونك أبار الجورناليست هذيك فما طفلة زيدة قاعدة تمشي في الشارع وحالة لايف وصار هجوم كيف الفيديو متاحة تبرتج ياسر على السوشيال ميديا فما برشا فيديوهات أخرين ترند كيما فيديو أوكرانيين ملمومين في ليزاغي دو مترو ويغني وقت القصف دونك الدنيا ميكلة بعضها البرة وانا كيش غنيوه هما كيما جماعة تيتانيك تعرف تيتانيك ولا وانتي صغيرة جدا تعرف تيتانيك وما تعرف تجربة الدنماركية كلاش هذي عصري تعرف تيتانيك في اللسان معناها في آخر لسان الجماعة اللي بالكمانجا قاعدين يعصفوا والبطو قاعدين يغرب هذوما هكا هما ايش قاعدين كيف في الاخر هما ضحايا راهو خاطر تحبوا تذكرها عركة ما بين قطب وقطب وفي الاخر اوكرانيا هي اللي الضحية بفعل زيدا زيلينسكي ليانو انا يبدو لي مانيش ندخل في التحليل في البرنامج اما زيلينسكي هو يدافع على بلاده زيدا وميم تو جد هذيك بس مع سؤال فلسفي شكون المخطئ وشكون اللي عنده الحق في الحرب الروسيه الاوكرانيه الحقيقه ما نعرفوا شكون غلطه شكون تحيه لكل مستمعينا في الولايات المتحده الامريكيه وتضامننا مع الشعب الاوكراني الشقيق البارح فيديوهات من نوع هذا شفنا منهم برشا لأنه الرد متاع روسيا على التفجيرات اللي صارت في جسر الكريمي كانت عنيفة جدا روسيا اعتبرت الهجومات على الجسر إعلان حرب اعتبرت أنها ضربة في الأراضي الروسية دونك الرد كان في كييف بسلسلة من قصفات الجويل باش نحكيو عليها ان شاء الله بعد الفاصل باش نحكيو زيادة على تطورات الوضع في ايران باش نحكيو على تطورات العركة ما بين لبنان بين حزب الله بالتحديد واسرائيل وشرارة الحرب اللي جاية العركة ما زلت متواصلة على المياه الاقليمية وعلى حق الكريش حق الغاز الطبيعي اسرائيل اللي لم تحترم بنود الاتفاق اللي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية بترسيم الحدود وبدأت فعلا
بالتنقيب وعملية التنقيب. باش نحكيه على الغضب الأوكراني من إيلون ماسك، شنية الحكاية وعليش منرفزين على إيلون ماسك، وكما قلنا باش نحكيه على أسباب الأزمة. سلام، إن شاء الله تكونوا تحبوها أنتم زادة، والمساج تكون صديقي، نعرف كل واحد عنده لشكون يحب يعدي، دونك اللي يفهم اللي كيفيه هو الفهيم من همزة، افهم روحك وكون صديقها على خاطر عندها في مخها واحد آخر. توا 6:39 دقيقة بتوقيت تونس، 5:39 دقيقة بتوقيت غرينيتش. بتوقيت غرينيتش من اثنين للجمعة من 6-7 متاع الصباح مع خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مازلنا نحكيو على الصراع الروسي الأوكراني اللي فيه بلوزيورز أكتور، برشا أكتور دول وأشخاص، وأهم الأشخاص هو الأمريكي، أغنى رجل في العالم. نحكيه على إيلون ماسك، كنا حكينا قبل على نظام ستارلينك انترنت بالأقمار الصناعية. في بداية الحرب ماسك عطى لأوكرانيا كل التجهيزات باش ينجموا يستخدموا الانترنت متاعو، بيسكو روسيا قاعدة تقطع اليوم في وسائل الاتصال التقليدية. الجديد هو جدل كبير أحدث صاحب شركتي تسلا وسبيس إكس. ماسك في البداية نرفز الأوكرانيين وقت اللي عمل اقتراح لوقف الحرب، واللي زاد شاع على الدنيا هو تشكي جنود أوكران من مشاكل في الاتصال، وقالوا أنه أجهزة ستارلينك أي الانترنت تقص عليهم في قلب معارك سخونة، الشيء ركزوا مليح اللي منعهم من استيراد المزيد من الأراضي اللي دخلتها روسيا. دونك هنا نحكيه على اتهام خطير جدا، بما أنه ماسك أعطى هيبة لأوكرانيا بلاش فلوس، أما أساسا خالص في البارتي الكبيرة منها من 15,000 جهاز ستارلينك اللي خذتهم أوكرانيا بتمويل من الدول الغربية. هذه الفيرسيون اللي كنا نعرفوها، باش تختلف شوية آخر. حتى لتوا أجهزة ستارلينك كان لها دور مهم جدا في الحرب، وساهمت في برشا انتصارات للجيش الأوكراني، وساهمت زادة في تزويد المواطنين بالانترنت. من جهتهم جماعة ستارلينك قالوا تنجم تكون المشكلة تقنية تصير وقت اللي جماعة الشركة يحاولوا يمنعوا الرواسة من استخدام التكنولوجيا متاعهم فتصير اضطرابات. ماسك ما علقش على التشكيات الأوكرانية، أما علق على اللي قالوا أنه التجهيزات هذية خالصة. إيلون ماسك قال أنه هو اللي دافع معظم تكاليفها ومكلفته حتى لتوا 100 مليون دولار. الحكاية نجم تزيد تتطور، خاصة وأنه الجمعة اللي فاتت ماسك ديجا خلق جدل بعد دعوته إلى الاعتراف بحق روسيا في شبه جزيرة القرم، وتأييده خاصة الاستفتاءات اللي ضمت بها روسيا 4 مقاطعات كبيرة. وكان قال خاصة نورمالمون الدولة اللي خسرت الاستفتاء تنسحب وتنهي الحرب، مادام أوكرانيا خسرت أوكرانيا تنسحب. حكينا قبل على التذمر والتشكيات نتاع الأمريكان، وقال لك احنا مانيش خالطين، وأمريكا تصرف في برشا فلوس على أوكرانيا. دونك الأمريكان الشعب نحكي هما بيدهم ولاو يضغطوا لإنهاء الحرب. الحكاية كبرت لدرجة أنه زيلينسكي بيدو هبط اكتب شكون يعجبكم أكثر، ماسك اللي يحب أوكرانيا ولا ماسك اللي يحب روسيا. نبقاو في روسيا ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. البارح كنا حكينا على تفاصيل تفجير جسر شبه جزيرة القرم، الضربة اللي فرح بها الأوكرانيين واعتبروها صفعة على وجه بوتين نهار عيد ميلاده. قلنا أن روسيا اتهمت أوكرانيا بالعملية، وقالت أنه إذا ثبتت الحكاية ستعتبرها مس من أراضيها وردها باش يكون عنيف. الإجابة ما وخرتش برشا. البارح تقريبا بعد ما وفيت الميسيون بتاعنا بدينا نسمعوا في تفجيرات في وسط كييف العاصمة، في وقت اللي الناس الكل كانوا ينتظروا نتائج لجنة التحقيقات اللي كلفها بوتين باش تأكد له على المسؤول عن تفجير الجسر. الهجمات انطلقت بصفة فجئية بعد ما اتأكدوا انه الانفجارات حسب ما يقولوا هو عمل إرهابي من تخطيط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وجستمون واحد من الصواريخ اللي قصفت كييف كانت بحث مبنى جهاز الاستخبارات الأوكرانية. مبنى الاستخبارات ما كانش المبنى الحكومي الوحيد المستهدف. روسيا استهدفت مناطق بحث وزارة الدفاع الأوكرانية، المخابرات، وحتى مقر الرئاسة. البارح الأوكرانيين تفجعوا على رئيسهم زيلينسكي، إذن اللي كان تهديد البارح في الأيامات ولا حقيقة؟ موسكو قالت برشا مرات يا وليدي راكم كان تضربوا شبه شبر الأرض من أراضي روسيا، راهو تتحملوا مسؤوليتكم. جيت ضربة الجسر في شبه جزيرة القرم فزادت وفيقت
الدب الروسي. وعلى فكرة في عملية رمزية سامبوليكا كوش فرجوا فيها على FM TV وعلى الباش فيسبوك راديو FM، من بين المناطق اللي تم قصفها البارح، العين بالعين والسن بالسن، ضربوا لهم قنطرة. يا أخي الإجابة كانت تفجير قنطرة كبيرة ومهمة في كييف. اليوم المراقبين والخبراء خايفين من حاجتين اثنين، لولا أن تكون عمليات البارح ما هي إلا البداية، نعرفوا مليح أن الحرب لا تكسب بالقصف الجوي أفوار حرب 67، الحرب تكسب على الأرض. دونك تنجم تكون الساعات الجاية مخبيتنا تقدم ميداني جديد للجيش الروسي. اثنين، الأهم والأخطر، إقدام روسيا على تفعيل ما كان بالأمس تهديدات يهزنا التساؤل الواضح. إذا كان بوتين موش يفدلك وقت اللي يهدد، ينجم زيدا يكون كلامه وكلام قياداته عن إمكانية استخدام النووي تهديد قد يتحول إلى حقيقة. ويت أنسي. نبقى مع موضوع تفجيرات الجسر. كنا حكينا البارح على إمكانية خيانة من وسط روسيا كانت وراء العملية اللي وصفتها موسكو بالإرهابية. التحقيقات كيف ما قلنا أثبتت لهم أن أوكرانيا تقف وراء التفجيل، وهو أكثر تفاصيل في الحوار اللي جمع رئيس لجنة التحقيقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المختصون في قضايا المتفجرات وخبراء الطب الشرعي فحصوا مكان الحادث بالتفصيل، توصلوا إلى استنتاجات أولية أساسية. بادرنا بفتح قضية بموجب الجزء الثاني من المادة 205 المتعلقة بالإرهاب، وهذا ما تؤكده معطيات المرحلة الأولية من التحقيق، وتم استجواب العديد من شهود العيان. لقد حددنا بالفعل طريق الشاحنة من بلغاريا عبر جورجيا، أرمينيا، أوسيتيا الشمالية إلى إقليم كراسنودار، وشارك في الهجوم مواطنون من روسيا ومن دول أجنبية ساعدوا في الإعداد لهذا العمل الإرهابي. تم إعطاء التعليمات ذات الصلة لإجراء أنشطة البحث لجهاز أمن الدولة الفيدرالي. كنت أسمع في رئيس لجنة التحقيقات اللي حكي كما قلنا على تورط روسي في العملية متاع التفجير، خيان من وسط الوطن. من جهتهم الأوكرانيين جاوبوا في شخص مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية بنفي كل صلة لبلاد بالتفجير، وأضاف أنه اتهام روسيا لأوكرانيا بالإرهاب حاجة تضحك تثير السخرية، وأنه العالم الكل يعرف شكون البلاد الإرهابية. 46 دقيقة باش نعملوا ترتيحة صغيرة، فاصلة صغيرة، دقيقة من زمان ونرجعوا نحكيوا على تطورات الأوضاع في إيران، تطورات الأزمة ما بين حزب الله وإسرائيل، ونحكيه خاصة على الأزمة متاع ليسانس اللي بدأت في فرنسا وألقت بذلالها على تونس. 46 دقيقة بتوقيت تونس، 45 دقيقة بتوقيت غرينيتش. هاي نعملوا طلع على الأوضاع في إيران، وين ما زالت الاحتجاجات مستمرة في الثورة اللي انطلقت بعد قتل مهسة أميني على أيدي شرطة الأخلاق، على خاطرها مش لابسة الحجاب مليح. كل مرة قاعد نفكر بسبب لأنه مهم جدا. من وقتها نحكي على 16 سبتمبر والشوارع الإيرانية تغص بالمحتجين اللي طالبوا بالحرية. الاحتجاجات دخلت دونك في أسبوعها الرابع، والمطلب ولا واضح. المظاهرين ما عادش مكتفين بالكشف عن حقيقة اغتيال مهسة أميني، ولينا نحكيه على الثورة لإسقاط نظام الخميني. حتى التو المظاهرات سلمية، نحكي على المواطنين العاديين، لأنه في نفس الوقت جماعات مسلحة استغلت الوضع باش تحدث إرباك كما صار في بلوشستان مثلا. أما حتى الاحتجاجات السلمية قاعدة تصد بعنف من القوات الأمنية، لأن السلطة الإيرانية متبنية موقف أنه اللي صاير هو من تخطيط أمريكي إسرائيلي لإيقاف المشروع النووي الإيراني. عدد الشهداء عليه برشا كونتراديكسيون، اللي يقول أنه ما فوتناش 30 قتيل أو شهيد، واللي يقول فوتنا لبرشا سامبوليك متاع 100 شهيد. عدد المعتقلين كيف كيف مازال ما هوش واضح، اما اللي واضح للعيان هو انه مرتفع، لانه السلطات الايرانيه تمارس في عدد كبير من التضييقات، منها زاده تعطيل الانترنت واغلاق العديد من المواقع. التضييقات شملت حتى مشاهير ايرانيين، الكلنا نتفكر الاسطوره الكرويه علي دائي لاعب بايرن ميونخ. علي دائي هبط ببليكاسيون في انستغرام، انستغرام وفيه 9 ملايين متابع، طلب فيها من السلطات جوست عدم استخدام القوة والعنف ضد أبناء الوطن. ما قالش لا تنحوا، لقال لهم ديجاج، لحد شيء، قال لهم ما تضربوش المواطنين، ما تمارسوش العنف مع المواطنين. كيف روح من سافرة مش في باله حرا طليقا كطيف النسيم، وقفوه ديجا في المطار في طهران، نحاولوا الباسبور متاعه وحطوه في قائمة المحظورين
من السفر يقول القائل علاش يحطوا فيه في قائمه المحظورين من السفر وهم نحاولوا الباسبور نتاعو. غباء سياسي. قائمة موجود فيها اليوم ليستة طويلة بتاع شخصيات اعتبارية وشخصيات مؤثرة، منهم صحفيين ومنهم كوارجي آخر سمحوني، حسين مهيني. هذا مش منعهم السفر بركة، هذا حطوه في الحبس على خاطر دعم المظاهرات. الأزمة ما زالت متواصلة، فما انشقاقات في الجيش فيه إيران، الشعب ما زال مكبش، والرواية متاع أنه فما مؤامرة خارجية زادة تتسمع لأنه فما تخوف كبير من إسرائيل خاصة من مشروع الإيراني النووي. إيران فما نقطة مهمة، إيران تدعم روسيا لوجيستيا بسلاح خاصة بالليدرون في الحرب متاعها ضد أوكرانيا. هل بوتين باش يمنع النظام الإيراني كما مثلا منع النظام الروسي، وإلا لا، وإلا باش يخلي المتظاهرين ياخذوا حقهم في الحرية؟ السؤال محير جدا. وهل بوتين كي باش يقف مع النظام الإيراني باش يبقى عنده السامباتي، يبقى عنده التفاعل، كيفاش تعاطف تاع الشعوب العربية والشعوب المظلومة في العالم الكل، وإلا لا؟ وضعية داخلة بعضها برشا. فما جديد زاد في الملف اللبناني الإسرائيلي والصراع على حق الغاز الكريش في المياه الإقليمية. كنا خلينا الأمور في هدوء بعد قبول اتفاقية التسوية بين الطرفين اللي قدمتها أمريكا، ومشى في بالنا أنه القضية وفات. طبعا احنا نتعامل مع باندي ما عندوش كلمة. دونك إسرائيل أعلنت فعلا بدأ تجارب التنقيب بحقل الكريش اللي عليه تنازع. تم ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدأ عملية الضخ التجريبي من الشط للمنصة، ومن المنتظر أن يتم استخراج الغاز الطبيعي بعد أسابيع. على كل هذا المتوقع، بداية العملية بتاع التنقيب صارت بعد موافقة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اللي تجاهلت دونك كل تهديدات حزب الله. مش سلمون تجاهلوا تهديدات حزب الله، أما فما معلومات تحكي على تأهب الجيش الإسرائيلي لسيناريو الحرب، حاضرين رواحهم للحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إذا هاجم حزب الله برا أو جوا أو بحرا فإننا سندافع عن أنفسنا بحزم، وإذا تطورت الأمور فسنقوم بتفكيك لبنان. اللي قاعدين تشوفوا فيه توا على باج إي إف إم ولا على إي إف إم تي في هو الديكلاراسيون ولا الإجابة متاع حزب الله. حسن نصر الله قال لا يمكننا السماح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز من حق الكريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة، وإن حدث ذلك فالمشكلة وقعت بالفعل. الوضعية توا هي أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مازال معلق بعد رفض إسرائيل للتعديلات اللي اقترحتها لبنان. أما أنه زوز بلدين مازالوا يتناقشوا على اتفاقية جي واحدة منهم تبعث النقاشات الكل على جنب وتبدأ في إنجاز حاجة عليها عدم رضا ولا عدم اتفاق، حاجة متنجد تعملها كان دولة متاع بندية اسمها إسرائيل. مش دولة كيان، سمحوني كيان مختصب. أي البارح عشنا في تونس على مشاهد الصفوف الطويلة في الكيوسك متاع ليسانس وشفنا الفوضى العارمة وغيره. مش موضوعنا الفوضى العارمة، موضوعنا الأزمة متاع ليسانس. باش نحكي على الأشكال من زاوية أخرى. أنا اللي عشناه البارح تشاف في برشا بلايس في العالم، أولهم فرنسا. البارح في فرنسا زادة بارتو العباد شادة صف على ليسانس، وأغلبية العباد شادوا صف السويع وبعد ما عباوش، واللي وصل لعبة ما نجمش يعبي البلان، عنده كمية محدودة ينجم يصبها. وزارة الطاقة الفرنسوية تقول أنه 30% من محطات الوقود تواجه نقص في التزويد. السبب مش حرب أوكرانيا وروسيا، السبب هو إضراب عملت شركة إيسانس كبيرة مانيش باش نسميها. الإضراب هذا دخل في فرنسا في يوم 14. النقابة تطالب بزيادة في أجور العاملين بنسبة 10%. خلينا نركزوا باش نفهموا السبب نتاع الجريف في فرنسا اللي نجم يولي هو بيدو سبب نتاع الجريف في تونس. دونك النقابة طالبة زيادة ب 10%. الشركة قالت لهم ما نجم نوفر لكم كان 3.5%. الشركة تقول أنه ما تنجمش تعطي الزيادة المطلوبة على خاطر فما أزمة اقتصادية، والنقابة تقول أنه الشركة ربحت في السمستر الأول برك، في 16 الأولى برك تاع 2022 في فرنسا ما يقارب ل 11 مليار دولار، شطر ميزانية تونس. تقول ليش دونك ما عندكش فلوس باش تزيدني 10%، خاصة وأنه المواطنين في فرنسا كما في تونس كما بارتو في العالم قاعدين يعانيوا من غلاء المعيشة. دونك الزيادة بال 10% يقولوا أنها المينيموم بوسيبل باش نبقاو نعيش ونبقاو نجي ونخدموا كل صباح. الشركة هذه عندها 30% من الكيوسكات في فرنسا، على هذا تم التعطيل. إيمانويل ماكرون كما قاعدين تشوفوا قال
أتفهم القلق اللي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود، أما نحب نبعث رسالة من هنا ندعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية. ونعرف أن كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة، أما لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل. لكن الحجة اللي خرجوا هنا السياسيين، أسمع عندك الحق في الجريف بتاعك، أما ما تعطلش الأموري عندك الحق في الجريف بتاعك، خليه يعمل جريف تو سامبلوم. في الانتظار الإضراب مازال مفتوح، مازال متواصل، وهو بدأ يأثر حتى على بلدان أخرى كما قلنا منها تونس. باش نرجع على الموضوع متاع إيران في لقطة معبرة جدا مؤثرة جدا وتري سمبوليك. البارح صارت في التلفزة الإيرانية، خرج الرئيس الإيراني باش يعمل خطاب. يا أخي شنو صار؟ نكتشفوا الحكاية مع رجاء. صباح النور. صباح خير. صباح أمورك باهية؟ الحمد لله لاباس. مع شكون في إيران أنت؟ أنا مع حتى حد، مع الشعب، مع النساء الإيرانيات. مع الشعب، مع النساء الإيرانيات، ماك مش مع حتى حد. اي مع النساء الايرانيات سياسيا، نقصد مع حتى حد. خممت تقص شعرك مسنده ال... شعري ديجا قصيره، ما كان زيت نجم نقصه، علاش لي؟ ماهوش عزيز عليا، ماهوش عزيز عليا جمله شعري، دونك نقصه ما يقلقنيش. الله يخليك، كيك مثل شنو عارفين اللي انت مسندتهم. نعيشك. شنو صار في التلفزه الايرانيه؟ دونك في التلفزه الايرانيه قلت البارح خرج علي الخامئني باش يعمل خطاب، باش يحكي مع الشعب اللي هو ما عندوش برشا من اللي خرج، وقال قلبي يوجع على الفتيات اللي ماتوا، وعمل لنا الفيلم تاع البكي وكل. يتم مع 9 تاع الليل برايم تايم كما نقولوا في تونس القرصنه تاع الخطاب، وكما راهو توا في الفوتج اللي عندنا. دونك اللي هما جماعه معروفين اسمهم جماعه علي نسبه لعلي بن ابي طالب، إيرانيين يعيشوا في إيران شبان، وما هيش المرة الأولى اللي يقوموا بقرصنة التلفزة. معناها في فيفري قرصنوا زيدا التلفزة بنفس الطريقة، وكتبوا مساجات المرة هذه أيديكم ملطخة بدم الشباب، حان الوقت لجمع أغراضك والعثور على مكان آخر لعائلتك خارج إيران، المرأة الحرية العادلة، وحطوا 4 تصاور متاع الشابات الإيرانيات بما فيهم مهسا أميني اللي ماتوا من أول الاحتجاجات إلى حد اليوم هذا. حب نقول زيدا اللي الجماعة هذه قاموا باختراق سجن في إيران كيف كيف الشتاء اللي فات، وعدي والتصاور عنا زيد الفيديو، عدي وتصاور في التلفزة كيفاش يتم التعامل مع المساجين في السجون الإيرانية خارق العادة. وقت إيران وقتها كانت معناها تعمل في تبييض للسياسة متاحة وضربة زيدة موجعة وقوية بارشة كما ضربة هذه الأخرانية. معناها مش فاهموا العباد اللي مش قاعد تفرج في الفيديو، القراصنة هذوما داخلوا على الكاميرا في المباشر، ولا الكاميرا السورفيونس تاع الحبوسات، والعب اللي في الحبس اللي يخدموا في الحبس ما في بالهمش طبعا، وقاعدين يمارسوا في العنف نتاعهم على المساجين وهم قاعدين يتعدوا في اللايف، وعدوها في التلفز وسربوها التلفز أجنبية وفي فرنسا وفي برشا بلايس أخرين. حبيت نحكي شوية على الخامئني للعبيد اللي ما تعرفش سياسة إيران. فما رئيس الدولة اللي ينتخب، وفما الرئيس الأعلى للثورة اللي هو عنده السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. دونك الخامئني هو كان متقلد من عام 81 الرئيس، ومن بعد عام 85 شد رئيس وشد زيد الرئيس الأعلى للثورة، ومن بعد صايب الرئاسة ماهوش انتريسي بها برشا. في رصيده تبارك الله الدموي عنده 4500 قتيل ضحية أوراء سياسية أمر بإعدامهم من اللي شد التوى ومن اللي كان يختم مع الخميني. في عام 81 تم تفجير الميكرو في خطابه كرئيس وفقد السيطرة على يده اليمين. دونك هو يده اليمين التوى ما تحركش وعنده أعصاب في ساقه، معناها كيف كيف في جرد الانفجار هذاك. ما نعرفش اسكو باش مازال باش يقعد برشا في الحكم والا لا، ان شاء الله لا. اسكو هذه قيام ثوره والا ربيع ايراني زيد؟ ولا اسمع مليت السوجي دي، معني قلت لك معناها الحكايه جدليه، لانه معناها طبعا انا متفق معك في اللي كنت تقول فيه الكل، وانا زيد مع مطالبه الشعب الايراني بالحريه والنساء الايرانيات خاصه، لانه نحكيوا على بلاد تقمع في شعبها تو سامبلومون. اما ديما يبقى وحكيت انه فما واحد شد رئيس فما واحد يحكم فيه، راه في الانظمه الخونجيه الكلها، يعني حتى حمد جبالي كان يحكم راجل غنوشي هو اللي كان يحكم. ليه؟ ما هذا عاف بالدستور. هذا بالدستور، فوالا هذا على الاقل زينها شويه. تبقى الحكايه الجدليه وقوف ايران الى جانب المقاومه. تبقى الحكايه الجدليه الاخرى
وقوف إيران ضد المشروع الإسرائيلي والأمريكي وحقهم زادة في اكتساب مشروع نووي. ديما فما مشكلة هنا. أنا مع الشعب أما زادة مصدق أنه فما أيدي خفية، معناها أنه فما تورط أجنبي في اللي قاعد صاير في إيران، على خاطر احنا بدينا البرنامج كنت تفكر في 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 شهر سبتمبر الحلقات قبل ما تموت مهسا امين يرحمها، كنا نحكيه على التوترات ما بين اسرائيل وامريكا من شيره وايران من شيره، فجاه ولينا نحكيه على ثوره في ايران في ايران. دونك سي با اينوسون، ماهيش بريئه جدا العمليه. العبيد مطالبها اجتماعيه، عدوا الى ديمقراطيه وحريه واحد، اما نبقى مع إيران عندها سيادة وإلا ليه؟ خاطر احنا عندنا تجارب بتاع ليبيا بتاع العراق بتاع حضارات تدمرت باسم الدفاع عن الديمقراطية. ديما تم فما جدلية في الحكاية، ما نجموش اون بو با ترونشي. فهمت شنو نقصد؟ السيناريو الأفضل أنه يتنحى للنظام هذا ويجي نظام كيف كيف محافظ على السيادة ومحافظ على المواقف متاعه مع المقاومة الفلسطينية وغيره. أما إيس كون بو بروندو لو ريسك وإلا ليه؟ هذا هو السؤال. انطوكا خلينا نستنوا ونتفرجوا ويت انسي كما قلنا. ميرسي بوكو رجاء، ميرسي بوكو اريج، ميرسي بوكو فرح، ميرسي بوكو خليل في الاخراج، يا اف ام تي في سليم وايمان، وفي الديجيتال عبير الزغدودي. ميرسي بوكو لكم انتم اللي سمعتونا من 6 نتاع الصباح. نرجع لكم غدوه في نفس التوقيت، نعطيكم كي العاده كل التطورات في مختلف بقاع العالم. كانت هذه بتوقيت غرينيتش، نهاركم زين، تحياتي.